عام 89 جاء قرار رئاسي يقضي بالتفويت في كل مساكن سبروس بكامل تراب الجمهورية، وفوتوا فيهم بأيسر بامتيازات كبيرة ياسر للمتساكنين هذوما اللي هما مضمونين اجتماعيا، غير أنه وقتها وقع استثناء أربع أحياء. الأربع أحياء هي المنزة الثامن بقصتيها الواحد والثاني، والمنزة والمنار اثنين، والرمانة والمرس. ليش معناها هذا اللي دفعته من عام 86 و 83 و 84 حتى لتوا، معناها ولا حتى 2014 تقريبا يكون خالص أكثر من برا المحل هذا. الملف وصل في وزارة الشؤون الاجتماعية، الأطراف الكل تقريبا تمت الموافقة، البيع تم الحسم فيه، معناها باش يتباعوا للناس اللي يسكنوا في المحلات هذه، لكن مازلنا ما نعرفوش التفاصيل كيفاش باش يتم البيع، على أساس باش يتم البيع. هذا قاعدين نتبعوا فيه وننتظروا في مجلس وزاري، لأنه توا وصلنا للوزارة الأولى. طلبنا مشينا للوزارات المعنية، وزارة التجهيز ووزارة الشؤون الاجتماعية وسبرولس، وجرينا وكوننا جمعية باش تدافع على المتساكنين هذوما. وقت المتساكنين قرروا باش نوقفوا دفع المعاليم الكراء حتى لن يتم حلنا الموضوع نتاعنا هذا، وإلى يومنا هذا نزلنا نستنى. عام 89 فوتوا للناس، واحنا الأربع حياة زي ما قلت لك، اللي جاوني وقتها عاد منفذ وبعثوا لي على المبلغ، المبلغ ما نجمتش نقدر عليه بصراحة، خاطر قبل كان عندي كنت نجم نقدر نخلص، احنا طولنا نستناو في التفويت. سيدي جا اللي خلصناه أكثر من حق لابورتمون، يعني تو كان يجوا يحاسبوني قديش خلصت انا 20 سنه اللي قعدت نخلص فيهم، يعني وصلت اكثر من المبلغ نتاع السوم نتاعهم. يبعثوا لي عاد منفذ، عاد منفذ الساعه اللي جاء مراه هي، لكن الله غالب ماهيش هي اللي قاعده تحكي معايا، الكاتب نتاعها عنتر بن شداد يسيح ويعيط ونعمل له كنا حاصيل بهذا الكل، وجاء هوني وقدام حتى من جيران داروا بيا قدام البلاص وهددني، بدا يسيح ويعيط، خرج عليه قال لي اخرج عليه اخرج، وخرج الولد، والولد هذاك علاش قاعد شوكيل توا ويسيح ويعيط، وقال لي غدوه الحي انا باش نجي تبش الكل باش نبيعه ولو حتى ب 200 دينار، قال لي باش نبيع تبش وتخرج، عندي اذن من عند السيد وكيل الجمهوري، وقال لي وكيل الجمهوري قعد يعارك فيا، قال لي علاش ما نفذتش. ال 14 جانفي توا ثم ثلاثة رؤساء ريتهم، حتى واحد منهم ما نجم يشد واحد يقول والله مساكن هالمظلومين، شد اعطيهم بلاصاتهم وفك علينا وقص هالموضوع هذا. بصنا عنقنا لحلحنا تكلمنا نجزنا طرنا عملنا الوقفات، تكلمنا المسؤولين، تكلمنا بشوية، تكلمنا بالقوي. إلى متى؟ في الصيف هذا الناموس يدخل للدار ونحن نخرج ونخلي ولودنا نخليه هو يسكن ساكن، الناموس يسكن في الصيف ونحن في الشارع، في الشتاء ندا يدخل ونحن نخرج، الجراب أكثر من العباد لهنا، معناها ريحة حشاك. ما نحبش نقول لك كلام كذا، أغزر غادي أغزر أغزر عقب العين المجرد، شوف العباد في تونس عام 2015 فين يسكن، تفرج الحوايج تاع الناس وين. بلاصات كلهم مسخين، ندي مطر كي تصب نغرقوا بالفيضانات، يفيضوا علينا ليسكو الزبله بارتو، كليب مسيبه تقدم في العباد، جرابع بارتو، الفار يخرج يجري معاك في الليل، ولدنا يخرجوا الشارع يراو الزبله ويراو الخمش في ساعه يمرضوا. اذا كان صبت شويه المطر سين كاتاستروف في الصيف افيك سيزودور، فهمتني ولا لي كاب je ne sais pas si ça existe des égouts qui amènent au principal, je ne pense pas parce qu'ils sont stockés. Il y a des حاجات حالات اجتماعيه اللي لازمها الدوله تقوم بها باش en quelque sorte ils empêchent les jeunes de consommer de l'alcool et tout ça. Des clubs, il y a de tout dedans. Une place machallah كبيره pour les enfants, il vient un locataire ou bien un propriétaire, il vient faire un clôture pareil. Je fais un mandat qui est lié au quartier.